الحصيلة تطبيق البروتوكول الصحي الخاص بالحملة الانتخابية، قلنا إذن بهذا الإنذارات وهذه الإبلاغات للدار وش نتج عنها. أنا أعدد محاضر المعاينة للتجمعات واللقاءات الأحزاب والقوائم المستقلة على مستوى التراب الوطني ابتداء من بداية الحملة الانتخابية إلى غاية 8 جوان 2021، أي يعني نهاية الحملة. قلنا بلغ 3150 محضر، حيث تم تطبيق البروتوكول الصحي عبر كافة الولايات حسب النسب التالية: تطبيق كلي، يعني سجلنا يعني احترام كلي للبروتوكول في 42.96%. كان هناك تطبيق جزئي فيها 1327 حالة، يعني ما يقارب 42.73%. العدد الإجمالي للإعذارات الكتابية، كان إعذارات شفهية والإعذارات الكتابية لبعض الأحزاب والقوائم الحرة عبر جميع الولايات بلغ 22 إعذار، وتم إلغاء أربع تجمعات لأحزاب سياسية وقوائم مستقلة على المستوى الوطني.